زيد بغلاتك داخلي وش بعضنا والله ما دمع من غلاتك زيدها انك اصيل الوصية نقطة الحلا طبعاً. قبل يومين سمعت قصيدة الواحد يوصف بنت يمنية ممثلة وعلى اساس انها مشخلعة وفات شو انه يحبها وطبعا قبل سمعت الشاعر بدون ذكر اسماء. المهم ان انا ما عجبنيش موضوع انك تشجع بنت يمنية على اساس انها تشخلع وكذا، فجبت قصيدة اهداء مني لكل البنات الشريفات العفيفات الموجودات في ارض اليمن. تحية من اعماقي على الود زفها، تحية من اعماقي على الود زفها لكل البنات الكل دي داخل الوطن. لكم من عفيفة ما تبينش كفها، لبنت الشرف والعز دي تسكن اليمن، لمن تملك الأخلاق والطهر سيفها، كما اللؤلؤ المكنون كله حلا وفن، نظيفة شريفة تستحي ما تشوفها ولا شفتها، ما فيش في لبسها فتن، مطيعة لأمر الله ما هو كيفها، وتمشي على الفرض المحدد مع السنن، وما يكفي اكتب وايش بكتب بوصفها، عاد اجلس في الاوصاف لا مدخل الكفن، في بنت الشرف كلين واقف بصفها، وبنت الدماثة يلعبوا بينها الخون، وذي طاهرة كلين يحلم بقطفها، وذي داشرة من بايجي صوبها، ومن عيرضى ويتزوج على بنت عرفها نفح بالصياعة واللباس اظهر البدن. فبنصح انادي ما حدا جاو لفها بان العفاف معناش والجاذب الحسن، وبالختم باخذ من تحاياي نصفها الى كل والد صان بنته من العفن. وسلامتكم مزار ويقول.